إلى مريم الآن وآخر أخبار الطقس إليك يا مريم. أهلا طالب، شكرا. أهلا بكم. أبدأ مع موجة الغبار الحادة التي تشهدها مختلف مناطق المملكة وحركة الرياح المغبرة التي تؤثر على المناطق الشرقية، المناطق الوسطى إلى جانب المناطق الغربية من البلاد. وقد شهدت العاصمة الرياض تحديدا قبل قليل عاصفة رملية شديدة أثارت خوف جماهير كرة القدم الذين ينتظرون بفارغ صبر مباراة الهلال والعين اليوم من تأثير هذه الرياح المغبرة على اللاعبين وعلى المباراة بصفة عامة. وتكون الأجواء غائمة على المناطق الوسطى من البلاد إلى جانب المناطق الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودية. أنتقل معكم الآن إلى خبر مناخي، حيث يبدأ اليوم أول موسم الصفري الذي يشهد تحولا تدريجيا في الطقس من فصل الصيف إلى فصل الخريف المعتدل. التغيرات الجوية التي تشهدها المملكة هذه الأيام ناتجة عن هذا التحول التدريجي، ويعد اليوم الثلاثاء أول موسم صفري ويستمر ل26 يوما. وقد سمي الموسم الحالي بالصفري لأنه يغطي وجه سواء بالصفرة الناتجة عن الغبار العالق، وفي منتصفه يتساوى الليل مع النهار ويعتدل الطقس وتتزامن نهايته مع نهاية موسم سهيل. وتتميز فترة صفري بنعومة الطقس في الليل وانكسار الحرارة أثناء النهار، حيث تختفي رياح السموم وتخف حدة الرياح فيما تتراوح درجة الحرارة ما بين 30 إلى 43 درجة مئوية، بينما تسيطر الرطوبة على السواحل حتى نهاية العشر الأول من شهر ذي الحجة، ولن تنخفض درجة الحرارة النهارية إلا في منتصف شهر ذي الحجة. أما الليل فسيكون معتدلا تزداد معه البرودة، وهذا بحسب جريدة الشرق. أنتقل معكم الآن إلى درجة الحرارة بأرقامها المتوقعة اليوم غد على مختلف المناطق السعودية، ودرجة حرارة في أواخر الثلاثينات على كل من الرياض والدمام. كان هذا كل شيء، شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة.